الأخبار من اي تي في العدالة. وفيها من بكين، أمير البلاد يؤكد أهمية الزيارة ويشيد بالتنسيق العالي بين الكويت والصين. حكم التمييز في قضية دخول المجلس ما بين السجن والامتناع عن تطبيق العقوبة والبراءة لآخرين. والغانم يؤكد أي إجراءات ستتخذ بشأن عضوية الحربش والطبطبائي ستكون في دور الانعقاد المقبل ولا صحة لعقد دور طارئ. الصحة على أهبة الاستعداد لاعتماد كود الأمراض الجديد بنسخته 11. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أهمية زيارته الرسمية للصين لا سيما في مجال توطيد الشراكة الاستراتيجية، واعتبر سموه أن تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المشترك يسهم في رفع مستوى الرفاهية للشعبين وتعزيز سبل التقدم والتنمية المشتركة. وأكد سموه أن الكويت هي أول دولة خليجية عربية ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع الصين، وأن الزيارة الحالية تؤكد العزم على تعزيز هذه العلاقات وتوطيد الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات، مشيدا بمستوى التنسيق العالي بين البلدين والذي تضاعف بعد حصول دولة الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. أقام سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حياة مأدبة عشاء على شرف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه بمناسبة زيارة الدولة. بناء على تكليف من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، يتوجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم غدا إلى العاصمة التركية أنقرة ممثلا عن سموه في حفل تنصيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة. قضت محكمة التمييز بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 من نوفمبر عام 2017 في قضية دخول مجلس الأمة بمعاقبة 13 متهما منهم نواب حاليون بالحبس 3 سنوات و6 أشهر وبحبس 3 متهمين سنتين والامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 30 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم. الآن هذه الأحكام أو هذا الحكم صدر عن محكمة التمييز، إذن هو حكم بعد، لا توجد وسيلة عادية للقائم فيه وهو واجب النفاذ. بالنسبة لأثر على من هو عضو في مجلس الأمة، أمرين يلزم تسجيلهم. الأمر الأول أن الحصانة البرلمانية غير منتجة في مواجهة الأحكام واجبة النفاذ، إذن سوف ينفذ هذا الحكم دون إمكان الاحتجاج بالحصانة البرلمانية. الأمر الثاني، نحن بصدد حكم بعقوبة جناية، ووفق قانون الانتخاب الحكم بعقوبة جناية يؤدي إلى الحرمان من حق الانتخاب والترشيح، وهذا يقود إلى سقوط العضوية. ولكن السقوط وفق اللائحة، لائحة مجلس الأمة، ليس تلقائيا، يلزم أن يصدر قرار وفق الإجراءات المحددة في المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وصدور القرار يقتضي وجود دور انعقاد إما عادي أو دور انعقاد غير عادي. في كل الأحوال إذا لم ينعقد المجلس الآن فيلزم الانتظار إلى دور الانعقاد المقبل، ولكن هذا لا يؤثر على وجوب نفاذ الحكم في مواجهة الأعضاء. كي ينفذ الحكم يجب أن يعودوا إلى البلاد أو أن تخاطب حكومة دولة الكويت السلطات المعنية في الدول الأخرى لتسليمه، علما بأن تسليمهم يرتبط بالقواعد القانونية للدول المعنية.
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه في انتظار تسلم منطوق الحكم الصادر من محكمة التمييز، ليتسنى له بعد ذلك الحديث عن الإجراءات الدستورية ذات الصلة بما ورد فيه، لا سيما ما يتعلق بالنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، معلنا أنه سيتحدث إلى الصحفيين عن هذه الإجراءات بعد تسلمه منطوق الحكم رسميا. قال الغانم إن لا صحة لما يتردد عن عقد دور انعقاد طارئ خلال العطلة البرلمانية لهذه القضية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي سيتخذها المجلس ستكون في دور الانعقاد العادي الثالث الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل. وفي ذات السياق، قال النائب الحميد السباعي أن بعض النواب لديهم رأي مسبق بأن اتخاذ أي إجراء في شأن عضوية النواب الذين تصدر بحقهم أحكام قضائية بالسجن يجب أن يتم بالرجوع للمجلس، كاشفا عن عقد اجتماع يضم عددا من النواب للتباحث في آثار الأحكام القضائية الصادرة والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الجانب. وأوضح السباعي أن الحكم الصادر اليوم يعتبر نافذا حتى وإن لم يذيل بصيغة النفاذ، وذلك لأنه صادر من محكمة التمييز مع الشغل، بينما الأحكام الصادرة من درجة الاستئناف يجب أن تذيل بصيغة التنفيذ حتى تطبق العقوبة مباشرة. تعقيبا على حكم التمييز، قال النائب أحمد الفضل إنه سعيد بالحكم الذي أثبت أن الكويت دولة قانون. أسعدنا من ناحيتين، الناحية الأولى هو تطبيق القانون، ويعني خسارة من كان يراهن على أن هناك بعض الأسماء لا يطالها القانون وهي أعلى من تطبيق القانون، هذا من ناحية. من ناحية ثانية سعادتي بأن الشباب اللي غرر فيهم وسمعوا كلام المحرضين، الحمد لله أن المحكمة وعدالة القضاة وحكمتهم حطوها بعين الاعتبار، وبالتالي يعني خرج منهم من خرج ببراءة وخرج منهم آخرين بعدم النطق بالعقاب، وعلها تكون تذكرة وتكون موعظة وأنهم يرعون وينتهون عما كانوا يفعلون مع المحرضين. أنا سعيد لأن العالم كلهم رأوا كيفية أن هذه النمور الورقية تسارعت في الهرب والقفز من هذه السفينة الغارقة، سفينة الشؤم، سفينة الربيع العربي. أكدت وزارة الصحة جاهزيتها لاعتماد كود الأمراض الجديد من نسخته 11 والمخصص للتصانيف الدولية للأمراض، وذلك بعد تصديق منظمة الصحة العالمية عليه قريباً. جاء ذلك في كلمة للوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة بالوزارة الدكتور محمد الخشتي خلال افتتاح ورشة العمل المخصصة للأطباء والعاملين في مجال التصانيف الدولية بدول شرق المتوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستمر على مدار 5 أيام. منظمة الصحة العالمية طبعا كان عندهم اللي هو النظام 10، حاليا هم على النظام 11، راح يكون اكثر الكتروني. ف يعني راح نبتدي بالكويت، دول الخليج ودول الشرق المتوسط باستخدام النظام رقم 11. فاليوم منظمه الصحه العالميه خلال هالاربع خمسة ايام راح يوضحون لنا كيف الطريقه باستخدام النظام الحالي. نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع ما ذكرته إحدى الصحف المحلية عن حدوث 6 جرائم قتل أسبوعيا في البلاد، مؤكدة أن ما ذكرته الصحيفة غير دقيق ولا سند له من الواقع. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة إنه وفقا لإحصاءات الإدارة العامة للأدلة الجنائية فقد وقعت 12 جريمة قتل في دولة الكويت منذ بداية يناير 2018 حتى نهاية يونيو الماضي، مضيفة أن تلك الإحصائية تعني وقوع تلك الحوادث خلال 6 أشهر بواقع جريمتين شهريا، مشيرة إلى أن الخبر المنشور خلط بشكل لا مبرر له بين جرائم القتل وجرائم الاعتداء على النفس، وهناك فارق كبير بينهما لا يخفى عن أي متخصص.